الركن الأول من أركان الإسلام تقول أشهد. ما معنى أشهد؟ أشهد يعني أقر بقلبي، ناطقا بلساني، عاملا بجوارحي. معنى تقول إما قال تقول الإسلام كأنه مسيدك كون أن سيدا قلنا كأقرك برنما حالات أنك تنقل ما قل لتلال ترمى. نعم. اللا إله أي لا معبود، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، كل ما عبد من دون الله عبادة باطل، أكفر بجميع ما عبد من دون الله واثبت العبادة لله وحده لا شريك له. جونسا إني جو أن لا أشر أن لا إله ريك وريو دين لا أنقل كريوتك وناء الله سبحانه وتعالى إمور دي بيجي ريوتك. لا إله إلا الله بناء، هذا البناء يقوم على عمودين. معنا ويقوم وكم قول توحيد لا إله إلا الله نو كو مادي لماذا انه يوي اندر توغال ديدي. لو اسقطنا عمود من العمودين انهار البناء، سقط البناء. ستايوني ان توغال ديدي غوتا ليبي غوتا حنكا دي هاري مادني يعني. الركن الاول تكفر بجميع معبد من دون الله، الركن الثاني تثبت العباده لله وحده لا شريك له. كون دو ان توغال ديدي ارانون انكو ايد كلامك وريتك وانا الله سبحانه وتعالى نون توغال ارمانغال توغال ديمانغال تبينتنا الله سبحانه وتعالى كانكو غوتا ديوانغال. نعم. وتشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، بشر عليه الصلاة والسلام، ورسول لا يكذب، تميز عنا عليه الصلاة والسلام بأنه أرسل الله سبحانه وتعالى إلينا. معنى إمون دون سيدو دا إرى وند من نلا صلى الله عليه وسلم كو جيادو الله وريوتاك كو نلا دو الله وفنتاك كو وني كو سيرتني حقنا من نلا صلى الله عليه وسلم كان كو الله ونشبني وحي هوري مأبي. لابد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. كوبيتون افتر ان الله صلى الله عليه وسلم كلا ما بيجي كوب يامري ان ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما اخبر به غونغين ان الله صلى الله عليه وسلم امر بيجي كلا ما كوب همبيتي ان واجتناب ما عنه نهى وزجر، نبتعد غايه البعد عما نهى عنه، نجعله في جانب ونحن في جانب اخر وقتن وقتن تيمون تسك امر كون الله صلى الله عليه وسلم هدي انكم ب كوب هدي انكم وانا سنغو ان يار سنغو والا نعبد الله الا بما شرع الا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نتبع ولا نبتدع في دين الله والله اعلم. معنا نوري غير قدنا صلى الله عليه وسلم كون نلا دو الله دي ريورتا الله سبحانه وتعالى سيونا كون نلا دو شر ولنا امور الشر يا ماكون تكاري هر ريورالي هي هو دي الله سبحانه وتعالى سنا كون نلا صلى الله عليه وسلم يامري انكم